ميسي تعادل، جولاسو جولاسو نيمار، شعل النار نيمار، سلام. مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضة اليوم. لكن قبل ان نبدا الحلقة ندعكم مع ابرز المحاور. قمة مرتقبة بين ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبية. تأهل أجاكس وخروج مفاجئ لبورتو من تصفيات الشامبيونز ليج. الهلال والسد يكملان عقد المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال آسيا بكرة القدم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نبدأ حلقتنا من القارة الأوروبية، حيث انطلقت قبل قليل مباراة كأس السوبر الأوروبي بكرة القدم، والتي تجمع بين ليفربول الإنجليزي ومواطني تشيلسي على ملعب فودافون أرينا بمدينة اسطنبول التركية. لنتابع التقرير التالي ومن ثم نعود. يستضيف ملعب فودافون أرينا المواجهة الإنجليزية المرتقبة ببطولة كأس السوبر الأوروبي، والتي تجمع ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بنظيره تشيلسي بطل اليوروبا ليج. ويدخل ليفربول اللقاء بعد فوزه العريض على نورويتش سيتي برباعية في افتتاح مباريات البريمير ليج، حيث تسعى كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب التي حققت آخر لقب للأندية الإنجليزية بالبطولة عام 2005 عندما فازت حينها على سيسكا موسكو الروسي بثلاثة أهداف لهدف، أن تكرر الإنجاز من جديد وتحرز لقبها الرابع في المسابقة. وعلى صعيد التشكيلة، من المرجح أن يخوض الريدز اللقاء بصفوف شبه مكتملة باستثناء غياب الحارس البرازيلي إليسون بيكر الذي تعرض للإصابة بمباراة الفريق السابقة. وستكون مهمة دفاع تشيلسي صعبة عندما يواجه ثلاثي الهجوم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بالإضافة للبرازيلي فيرمينيو. بالمقابل يخوض تشيلسي اللقاء بعدما تلقى خسارة قاسية أمام مانشستر يونايتد بقمة مباراة الجولة الأولى للدوري الإنجليزي بأربعة أهداف دون مقابل. ويأمل البلوز بمصالحة جماهيره بالفوز على ليفربول وتحقيق اللقب الغائب عن الفريق منذ 21 عاما عندما تغلبوا حينها على ريال مدريد الإسباني بهدف وحيد. ويملك المدرب الشاب فرانك لامبارد نخبة من اللاعبين المميزين الذين سيكونون عونا له لتحقيق أول ألقابه كمدرب، كالفرنسيين أوليفي جيرو وانغولو كانتي والبرازيلي ويليان، بالإضافة للإسباني بيدرو رودريغيز الذي حقق لقب البطولة ثلاث مرات رفقة ناديه السابق برشلونة. هذا وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهمة قيادة المباراة تحكيميا للحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار لتكون أول سيدة تقود مباراة في السوبر الأوروبي. يذكر بأن آخر لقاء جمع الفريقان انتهى بفوز ليفربول بهدفين نظيفين ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في نيسان أبريل الماضي. نعم مشاهدنا الكرام، للحديث أكثر عن ملفات حلقة اليوم ينضم إلينا من ليبيا الكابتن يونس الشلماني الصحفي الرياضي. مساء الخير كابتن يونس. مساء الخير كابتن سومر، لك ولكل المشاهدين في سوريا الحبيبة الوطن العربي، وكل عام وأنتم بخير. طبعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جعله الله آخر الأحزان على الأمة العربية والإسلامية وكل الأمة. حبيب قلبي كابتن، وكل عام وأنتو والشعب الليبي بألف خير إن شاء الله. كابتن، مباراة كأس السوبر الأوروبية انطلقت منذ حوالي دقيقتين أو ثلاثة من الآن، مباراة مثيرة بين ليفربول وتشيلسي، قراءتك للمباراة كابتن يونس؟ كابتن سومر، لو تحدثنا على المباراة المهمة، مباراة كأس السوبر اللي هي يعني نقوله خلاصة أو بداية موسم أوروبي جديد، هي ناقوس أو إعلان على بداية الموسم الجديد بين بطل تشامبيونز ليج واليوروبا ليج، ومن الصدفة أن أول مرة يجمع فريقين إنجليزيات، فريقين يعني عريقات، فريقين مميزات جدا، ليفربول وتشيلسي.
طبعا ليفربول في 2005 ذكرى جميلة جدا، ذكرى اسطنبول الشهير، اسطنبول نقوله وجه خير على فريق ليفربول العريق. طبعا نهائي الميلان الشهير، مباراة التعادل 3-3 وركلات الجزاء الترجيحية وركلات الترجيح اللي حسمت اللقب لليفربول. فوجه خير مدينة نقوله اللي هي مدينة عاصمة تركيا، اسطنبول في وجه ليفربول. عاصمة تركيا كابتن يونس، بعتقد العاصمة أنقرة، العاصمة الاقتصادية اسطنبول. أنقرة، آسف. نعم كابتن تفضل. عاصمة اقتصادية، آسف جدا. ولا يهمك، تفضل حبيبي. فخلينا نتحدث عن ان ليفربول وكلوب اليوم داخل بتشكيلة كابتن سومر، تشكيلة نقوله فيها اليوم تيم المفاجآت الغريبة في خط الدفاع. اليوم يلعب جوميز في مركز الظهير الايمن مكان اورلوند اللاعب المميز جدا، وشامبرلين مكان المهاجم فيرمينيو. اليوم فيرمينيو جالس على مقاعد البدلاء، كذلك اورلوند يعني ظهير ايمن ومهاجم يلعب مكان شامبرلين اللاعب العائد من الاصابه لاعب فريق ارسنال السابق، وكذلك جوميز المدافع المميز ليله الموسم الماضي مع فريق ليفربول. نعم اليوم فاجأنا كلوب بهذه التشكيلة، بهذه التغييرات. طبعا أدريان حارس المرمى، نحن كلنا نعرف أن إصابة إلسون بكير التي تستلزم بين 6 إلى 8 أسابيع من الغياب على الفريق. اليوم تشكيلة ليفربول: أدريان، روبرتسون، فان دايك، ماتيب، جوميز، لاندرسون، فابينو، ماني، صلاح، تشامبرلين. هذه التشكيلة كابتن، والتغييرات اللي يعني خلفيه هذه المباراة كلوب مدرب فريق ليفربول، نقوله الأفضلية على حسب الورق. نحن نعرف الكرة الأوروبية والعالمية وخاصة الإنجليزية لا تعترف بمجرد الأرقام ولا الحسبة خارج الميدان، دائما ما المفاجآت، خاصة أن الفريق اللي أمام ليفربول هو فريق تشيلسي. لكن بداية الدوري الإنجليزي الأسبوع الأول كانت نتيجة كبيرة جدا على أبناء فرانك لامبرت في أول مباراة يقودها في البريمير ليج مع فريق السابق وفريق التاريخي فريق تشيلسي. هو المباراة الماضية دفع ببعض اللاعبين الشباب في خط الهجوم واللاعبين المنتصف، لكن في هذه المباراة يدخل بتشكيلة أو مش نقوله مكتملة بشكل كبير، لكن تشكيلة جميع اللاعبين فيها لاعبين أصحاب خبرة، لاعبين مميزين كيف حراسة المرمى، إمرسون ظهير أيسر. طيب كابتن يونس، محلي بهالنقطة قاطعك، يعني تشيلسي الحقيقة بقيادة لامبارد ببداية الدور الإنجليزي الممتاز تعرض لخسارة ثقيلة أمام مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون مقابل. هاي الخسارة يعني لم تحدث لتشيلسي منذ عام 1967 عندما خسر بنفس النتيجة. يعني تشيلسي الحقيقة رغم أنه مباراته الأولى بالبريمير ليج كابتن، إلا أنه في أزمة حاليا، يعني 4-0 ثقيلة كابتن. كابتن سومر بالفعل مباراة يعني أزمة تشيلسي، في كانت أن الفريق ما قدرش يشتري لاعبين نتيجة العقوبات المفروضة على الفريق. بوليزيتش فقط اللي هو كوفازيتش طبعا إعارة ما حقية الشراء وتمت قبل يعتبروها إنما خارج على العقوبة اللي على فريق تشيلسي. كذلك بوليزيتش اللاعب الأمريكي اللاعب اللي تم انتدابه من بروسيا دورتموند، لكن الفريق هو مجموعة من اللاعبين السابقين اللي لما نقوله فرانك لامبرت قد نجد له العذر، خاصة أن لامبرت مجموعة اللاعبين اللي هو ممكن معتمد عليهم أو اللاعبين اللي هو حاب إنه يشتريه نتيجة العقوبات ما استطاعش، فهو وجد مجموعة من اللاعبين. بعض اللاعبين المعارين هم اللي ممكن مثل باتشواي ومجموعة بسيطة من اللاعبين هم ممكن اللاعبين اللي يحاول انه ممكن يختار منهم، لكن الفريق للأسف ان نقول فرانك لامبارد لم يجد الخيار في الشراء، لذلك هو كان مفروض عليه 30 او 35 لاعب يختار من بيناتهم. في بعض اللاعبين اللي ما كانوش حابين يستمروا في تشيلسي، وكذلك بعض اللاعبين اللي عندهم بعض نقولوا عدم الالتزام على غراب ديفيد لويس اللاعب البرازيلي. فيعني نقولوا فرانك لامبارد نجد له العذر بان هذا المدرب ما استطاعش انه يختار لاعبين وينتخب لاعبين حسب ما هو يريد. لكن كيف ما قلت لك كابتن، مباراه مانشستر الماضيه اللي كيف ما ذكرت انت، وفعلا من 1967 تشيلسي لم يخسر في مباراة افتتاح للموسم بهذه النتيجة، لكن كان في مجموعة من اللاعبين الجدد لاعبين الشباب ونعذروهم في هذه المباراة. لكن كيف قلت لك مباراة اليوم داخل باللاعبين الخبرة في وسط الملعب: كوفازيتش، جورجينيو، كانتي، خط الهجوم بوليسيتش، طيب، جيرو النجم الفرنسي، وبيدرو الإسباني. نعم. فأعتقد أن هذه التشكيلة بغياب ويليان هي التشكيلة المثالية لتشيلسي هذا الموسم كابتن. نعم
كابتن، بالمقابل ليفربول، طبعا ليفربول يعني فريق غني عن التعريف، بدأ الدوري الإنجليزي باكتساحه لنوريتش سيتي برباعية، ويبدو هو المرشح الأكبر كابتن لتجاوز تشيلسي، باعتبار أنه تشيلسي حاليا ليس بأفضل أوقاته. خلينا شوي نركز على موضوع إدارة المباراة من قبل حكمة فرنسية لأول مرة يعني تاريخ مباريات السوبر الأوروبي كابتن. بالفعل ستيفاني فاربرارت الحكم الفرنسي، الحكم الدولي، اللي طبعا هي كابتن سومر دائما ما تسند لها المباريات المهمه في 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 اداره يعني بطولات النسائيه. اخر شيء ادارت نهائي كاس العالم للسيدات 2019 اللي اقيم هذه السنه، وادارت للعلم العديد من مباريات الدوري الفرنسي للرجال. وفي تصريح لها طبعا الحكمه مواليد 1983 تبلغ من العمر 36 عام، قالت يعني ان انا مانيش خايفه من اداره هذه المباراه، لاني انا سبق لي ان ادرت كثير من المباريات في الدوري الفرنسي للرجال، وباذن الله قالت اني حنظر مدى جودتنا في اداره المباريات من ناحيه التكتيكيه والتقنيه، ولست خايفه من ذلك. طبعا كذلك ان نقول ان الحكم روسيتي، الحكم الايطالي رئيس لجنه التحكيم ولا مدير لجنه الحكام في الويفا، اعطى ثقه لهذه الحكمه، كان طاقم التحكيم بالكامل كابتن نسائي، قال بإذن يعني قال هو وعد ان غدا ستروا طاقم تحكيم مميز جدا، وحيكون على ملعب فودافون بارك في اسطنبول التركيه، يكون في مستوى المباراه النهائيه. طبعا عارفين الحكم الرابع حيكون شاكيري الحكم التركي المشهور. نعم، قبل ما ننتقل للملف الثاني، توقعاتك للنتيجه كابتن يونس؟ على الورق كابتن، وكما العديد من عشاق كره القدم يقولوا ان ليفربول هو الاقرب، لكن كره القدم الانجليزيه دائما كابتن عارفين دائما المفاجات. للعلم الدقيقه العاشره حتى الان والتعادل السلبي لا يزال مخيم على نتيجه المباراه. نعم كابتن، خليك معنا لننتقل للملف الثاني بحلقه اليوم، ملف دوري ابطال اوروبا، ولكن بعد الفاصل. بلغ أجاكس الهولندي الدور التمهيدي الرابع من تصفيات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الصعب على باوك سالونيكا اليوناني بثلاثة أهداف لهدفين. فعلى أرضية ملعب يوهان كرويف أرينا، نجح أصحاب الأرض بتسجيل ثلاثة أهداف بواسطة كل من الصربي دوسان تاديتش من ركلتي جزاء والأرجنتيني نيكولاس تاليا فيغو، فيما أحرز ثنائية الضيوف مهاجمهم الهولندي دييغو بيسوار. وبفوزه حجز أجاكس مقعده في الدور التمهيدي الرابع ضاربا موعدا مع أبويا نيقوسيا القبرصي الفائز بدوره على كاراباخ الأذري. وفي مباراة أخرى فجر كراسنودار الروسي مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه بورتو البرتغالي بفوز عليه خارج قواعده بثلاثة أهداف لهدفين، وكان النادي الروسي قد خسر على أرضه بهدف وحيد ليضمن بذلك تأهله للدور التالي مستفيدا من قاعدة أفضلية التسجيل خارج الأرض. هذا وسيقابل كراسنودار في الدور المقبل أولمبياكوس اليوناني. نعم كابتن يونس، بالعودة لك مرة أخرى كابتن، طبعا مباريات كثيرة بإياب الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا، راح نحاول نتحدث عن كل مباراة باختصار كابتن بعد إذنك يونس، مشان نحاول نلقي الضوء على كل المباريات إياب الدور التمهيدي الثالث. نبلش بمباراة أجاكس وباوك، تأهل من عنق الزجاجة لأجاكس أمستردام. بالفعل كابتن، أجاكس أمستردام طبعا نقولوا أبرز لاعبين اثنين في الفريق انتقلوا من الفريق، وفيه مجموعة كذلك من اللاعبين حاليا نقولوا قاعدين في سوق الانتقالات، يعني عارفين نحن أكثر من لعيب مازال ممكن ينتقل من أياكس أمستردام، لكن بوجود اللاعب الخبرة واللاعب المميز جدا اللي هو تاديتش، اللاعب اللي نقوله لعب في كثير من الأندية وخاصة في الدوري الإنجليزي لكن لم يبرز بالشكل اللي برز فيه في أياكس أمستردام. أياكس أمستردام كدنا أن نفقد هذا الفريق المميز في هذه البطولة وأن يخرج أمام باوك سالونيكا الفريق اليوناني طبعا اللي دائما معودنا أن يشارك في هذه البطولة، لكن أياكس أمستردام البطل السابق لهذه البطولة في أكثر من مناسبة، ما نتمنوش أن نخسره، يعني خسرنا نحن كابتن وحنتحدثوا على بورتو البرتغالي أن خسرناه، فكيف ما قلنا خسارة لاعبين على غرار ديونغ ودي ليخت كابتن يعني نقولوا يأثر على أي فريق في العالم، يعني ما بالك بأياكس أمستردام اللي معظم اللاعبين فيه لاعبين شباب، لاعبين نقولوا خريجي مدرسة أياكس أمستردام أو إعادة تدويرهم، هم بعض اللاعبين اللي تم نقولوا تركهم من بعض الأندية العالمية على غرار تاديتش
لكن اكتشفوا نفسهم وإعادة اكتشاف نفسهم في نادي أياكس أمستردام الهولندي. نتمنى نعم. أن أياكس يستمر في هذه البطولة كابتن ويتأهل للمرحلة القادمة، لأنه واحد من الفرق اللي تعطي دائما نكهة للبطولة. ونحن نشوفه كابتن الموسم الماضي شنو دار أياكس في أمستردام في الأندية الكبيرة على غرار يوفنتوس وعلى غرار ريال مدريد. نعم كابتن، طبعا أياكس سيواجه بالدور التمهيدي الرابع المؤهل لدور المجموعات، يعني الدور الرابع كابتن راح يكون دور الحاسم، المؤهل راح يواجه نادي أبويل نيقوسيا. بالمقابل كابتن يعني شوف خروج الحقيقة يعني جماعي للأندية اللي إلى خبرة بدوري أبطال أوروبا كبورتو البرتغالي كسلتيك الاسكتلندي بالإضافة لبازل السويسري، يعني كيف بتنظر لها النتائج كابتن؟ يعني راح نفتقد لأندية إلى حجمها يعني بالأخص بورتو وبازل وسلتيك. بالتأكيد كابتن، لو تحدثنا عن بورتو البرتغالي منذ 8 سنوات بورتو لم يغب عن تشامبيونز ليج، عن دوري أبطال أوروبا، 8 سنوات متواصلة متتالية بورتو يلعب في دور مهم جدا. بورتو ليس بالفريق الذي يشارك ليخرج كابتن، يشارك ويذهب إلى المراحل المتقدمة، ليست المتقدمة كثيرا يعني نصف نهائي أو الربع نهائي، ولكن دائما متواجد في دور 16 أو دور 32. هذا كابتن واحد من الفرق المميزة جدا بورتو، بورتو فريق عريق جدا، لكن كرة القدم دائما تعطي من يعطيها كابتن. كذلك خروج بورتو في مباراة أمس كابتن مع كراسنودر الفريق الروسي كابتن، اللي نقوله متأسس في سنة 2008. كراسنودر واحد من الفرق الجديدة على كرة القدم العالمية كابتن، لكن هذه دائما كرة القدم الأوروبية والعالمية لا تعطي إلا من يعطيها، لا تعترف بالأسماء. كراسنودر فريق مميز منظم، شاهدنا المباراة ضد بورتو كانت مباراة مميزة جدا من الفريق من الفريق الروسي، فريق اللي ممكن نقوله لو تأهل لدوري أبطال أوروبا حيكون فريق مميز. وعلى فكرة هو يضم ماركوس بيرك اللاعب السويدي اللي كان ضم الفريق كان مميز في فريق العين الإماراتي، هو انتقل لكراسنودر الروسي ويلعب بما حد يعني. كراسنودر فريق منظم جدا، خرج لبورتو، نحن كمتتبعين يعتبر مفاجأة، لكن كأداء للفريق وكنتيجة رغم خسارة المباراة الذهاب بهدف مقابل شيء في أرضه، لكن عاد فاز في ملعب بورتو في البرتغال ب3 أهداف لهدفين. نعم. فريق مميز، لا ندري سر سيرجيو كونسيساو مدرب فريق بورتو هذه النتيجة، ولكن بورتو يظل من الفرق الكبيرة كابتن. نعم كابتن طبعا كراسنودار الروسي سيواجه نادي أولمبياكوس اليوناني اللي تأهل أيضا على حساب نادي إسطنبول بشاكشهير التركي. أيضا شوي بعد إذن كابتن نتحدث عن مباراة سيلتيك وكلوج. سيلتيك يعني أيضا من الأندية اللي إلى ثقلها بالقارة الأوروبية، يعني بعد ما عاد من الأراضي الرومانية بنقطة ثمينة بتعادل ثمين بهدف لهدف بأرضه خسر 4-3، نتيجة مفاجئة يعني بأرض سيلتيك كابتن. مفاجئة جدا كابتن، لكن كلوج الفريق الروماني طبعا بعض المشاهدين ممكن تغيب عليهم، هو يملك بعض اللاعبين المميزين على يعني في شهر مارس الماضي كان موجود فيه باتيستا المهاجم البرازيلي المهاجم السابق لريال مدريد وبعض الأندية الإسبانية ومنتخب البرازيل الملقب بالوحش، كان يلعب في كلوج الروماني لكن فسخ عقده في شهر مارس الماضي. كذلك موجود لاعب يعني فرنسي لكن من أصول عربية اسمه يونس، لاعب مميز جدا في الفريق الروماني. لكن برضو لما تحدثوا على كلوج الروماني، فريق ما هوش من الفرق المميزة كابتن، خاصة أمام سيلتيك الاسكتلندي البطل الدائم في السنوات الماضية في الدوري الاسكتلندي. لكن سيلتيك قد يكون كابتن ضعف المستوى الدوري الاسكتلندي وعدم وجود منافس قوي لهذا الفريق يعكس على نتائج الفريق في البطولة الأوروبية. يعني سيلتيك يرى في نفسه أنه هو البطل الأوحد للدوري الاسكتلندي في غياب الرينجرز اللي يقولوا صح كابتن. طبعا كابتن يعني على يعني لحد ما بتاخد انفاسك قليلا، ايضا شاهدنا خروج الحقيقه مفاجئ لي ايضا بازل اللي الحقيقه دائما بيلعب ادوار يعني ان لم نقل متقدمه يعني بيتاهل دائما لدور المجموعه بدوري ابطال اوروبا امام مفاجاه الدور التمهيدي الثالث، خلينا نسميه نادي لاس كلينز النمساوي كابتن يونس. هذه هي المفاجأة الحقيقية في كرة القدم بالنسبة لنا كمتتبعين ويعني قريبين من الوسط الرياضي. نعم. لاس كلينز النمساوي فريق لا نعلم أي معلومة على هذا الفريق، لكن بازل السويسري واحد من المدارس المميزة جدا في كرة القدم الأوروبية والعالمية في إخراج النجوم واللاعبين المميزين، آخرهم طبعا الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني اللي نقوله سوقوهم بعد أن
او رغم ثقلهم، لكن لاست كلينز الفريق النمساوي فريق نقوله لنا بالنسبه لنا نحن، على انه هو متاسس في سنه 1908، لكن الفريق هذا ما هوش من الفرق المعروفه، خاصه يعني نعرف الرابط في ان في نمسا، في النمسا بعض الفرق الاخرى، لكن لاست كلينز واحد من الفرق المميزه، فرق ما يعني يعني فرق مغموره كابتن. يعني هلا مثلا برومانيا بنعرف استيوا بوخارست، بنعرف مثلا رابيد بوخارست، تاهل فريق كلوج كان مفاجاه، ايضا بالنمسا نفس الشيء كابتن، بنعرف سالسبورغ، بنعرف رابيد عفوا استريا فيينا ورابيد فيينا، هاي الفرق دائما بتلعب ادوار متقدمه سواء على مستوى البطولات المحليه او البطولات الاوروبيه، الا انها اثبتت بدوري ابطال اوروبا انها تسعى وبقوه لبلوغ دور المجموعات اللي بتسعى كل الانديه الاوروبيه بالوصول له كابتن. بس تعليقك على المباراه، ايضا مباراه مهمه كانت بين كوبنهاجن الدنماركي وزفيزدا الصربي، انتهت بالحقيقه ركلات الجزاء لصالح زفيزدا الصربي، ايضا تاهل كان صعب لزفيزدا بعد تعادل الفريقين ذهابا بهدف لهدف وايابا بهدف لهدف باقل من 30 ثانيه كابتن لو سمحت. كابتن كوبنهاجن واحد من الفرق اللي تعودنا عليه دائما انه يدخل لدوري المجموعات في دوري ابطال اوروبا، لكن كره القدم هذه احكام. زفزريد الصربي استطاع انه يتفوق على الفريق الدنماركي بركلات الترجيح. انا بصراحه ما شاهدتش المباراه، لكن من خلال الاحصائيات اعتقد ان كوبنهاجن هو من الفريق اللي اضاع المباراه كابتن سومر. نعم كابتن يونس، فعلا يعني مباريات كانت جميلة بالدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا. سنبقى على اطلاع على نتائج هذه البطولة والدور التمهيدي الرابع المؤهل لدور المجموعات وحتى دور المجموعات والبطولة بشكل عام. خليك معنا لو سمحت كابتن يونس لننتقل للملف الثاني بحلقة اليوم، ملف دوري أبطال آسيا، ولكن بعد الفصل. نجح الهلال السعودي ببلوغ الدور الربع النهائي لدوري أبطال آسيا بكرة القدم رغم خسارته أمام مواطنه الأهلي بهدف وحيد في إياب الدور ثمن النهائي للبطولة، وسجل هدف الأهلي الوحيد لاعبه عبد الفتاح عسيري قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين في المباراة التي جمعتهما على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، لكن ذلك لم يكن كافيا للأهلي الذي خسر مباراة الذهاب على أرضه بأربعة أهداف لهدفين ليضمن الهلال تأهله لربع النهائي، حيث سيواجه مواطنه الاتحاد في مواجهة سعودية مرتقبة. وفي لقاء آخر حقق السد القطري انتصارا ثمينا على مواطنه الدحيل بثلاثة أهداف لهدف ليبلغ الدور ربع النهائي بعد تعادله ذهابا بهدف لهدف. سجل أهداف السد كل من أكرم عفيف وعبد الكريم حسن وأحمد محمدي بالخطأ في مرماه، فيما سجل الهدف الدحيل الوحيد إدميلسون جونيور، هذا ويلاقي السد في الدور المقبل نادي النصر السعودي. نعم كابتن يونس، بالانتقال للكرة الآسيوية وإثارتها، أيضا نادي الهلال حقيقة ونادي السد القطري نجحوا ببلوغ الدور ربع النهائي للبطولة. نبلش بمباراة الهلال والأهلي، مباراة كانت جميلة الحقيقة رغم فوز الأهلي إلا أنه ودع المسابقة نتيجة لخسارته ذهابا بأربعة أهداف لهدفين. كابتن، هي ليس نتيجة الخسارة فقط، ولكن بصراحة ما فعله مدرب الأهلي برانكو إيفانكوفيتش المدرب الصربي، المدرب اللي هو مفروض أنه خبير بكرة القدم الأسيوية، قبل أن نتحدث عن المباراة، أنت يعني محتاج للفوز وبنتيجة كبيرة تجلس العقيد عمر السومة، واحد من أبرز الهدافين في كرة القدم الأسيوية والعربية والعالمية، يعني بصراحة نعطي عمر السومة حقه، واحد من أبرز الهدافين في كرة القدم العالمية. شو الأسباب كابتن يونس؟ شو أسباب بقاء نجم بحجم عمر السومة على مقاعد البدلاء برأيك؟ هو بصراحة يا كابتن لما شوفوا التصريح متاع برانكو، يعني من المباراة الماضية كان ديجانيني والسومة في الخط الأمامي وكان خلفهم عبد الفتاح عسيري، وعبد الفتاح العسيري كان مميز جدا في صناعة الأهداف، لكن برانكو بشكل غريب جدا أخرج عبد الفتاح عسيري، وفي هذه المباراة أجلس العقيد على مقاعد البدلاء، فمخالب الفريق الهجومية ضعفت بشكل كبير جدا، وفاز بهدف وأنت محتاج إذا أنت خاسر مباراة الذهاب بنتيجة كبيرة محتاج أنك تسجل أهداف تجلس عمر السومة. فأعتقد أن بداية برانكو مع فريق الأهلي السعودي بداية سيئة جدا، ولا أعتقد أن بهذه العقلية وبهذا الفكر سيستمر مع الفريق، خاصة أن في نهاية المباراة حدثت بعض الأحداث كابتن، منها أن عمر السومة ألقى بالغلالة على الأرض وصارت يعني
نقولوا بعض التصرفات في نهايه المباراه اللي يدل على ان نقولوا ان الفريق المدرب رانكو البدايه نتاعها غير سيئه جدا. صارت يعني حتى الجمهور الاهلاوي على وسائل التواصل الاجتماعي شن حمله ليس على خساره المباراه والخروج من هذه البطوله ولكن على اجلاس السومه وبعض التغييرات اللي قام به المدرب وادى الى نتيجه المباراه. بالعوده الى المباراه كابتن الهلال فريق مميز جدا، الهلال لديه مجموعه من النجوم العالميين المميزين جدا، الاهلي كان افضل في جزء من المباراه واستطاع عن طريق عبد الفتاح عسيري لاعب المميز ان يحرز هدف، لكن لما نجي نشوف احصائيه المباراه نجد ان التسديدات فريق الاهلي سدد تسديده واحده على المرمى مقابل ثلاث تسديدات للهلال، ويعني والركلات الركنيه كان 5-5 للفريق. فريق الهلال استطاع ذكاء المدرب اللي هو لوشيسكو وبعض اللاعبين وخبره اللاعبين ان التفوق في هذه المباراه والخروج رغم خساره المباراه تاهل للدور القادم. نعم كابتن، بالانتقال للمباراة الأخرى اللي جمعت أيضا كان الحقيقة مواجهة قطرية بين السد القطري والدحيل، انتهت بفوز وتأهل السد بثلاثة أهداف لهدف. بالنسبة لمباراة السد والدحيل طبعا السد كان عنده نقوله حافز كبير جدا في هذه المباراة ألا هو تأهل للدور القادم فقط، لأن السد القطري نحن عارفين أنه بطل الدوري وحيستضيف قطر حتستضيف بطولة أندية العالم التي ستقام في قطر في شهر ديسمبر القادم، فبالتالي هو بطل الدوري يشارك ما لم يشارك البطل البطولة الآسيوية يكون من نفس الدولة، فلذلك استطاع السد إخراج الدحيل هذه البطولة من أمامه اللي هو يشارك رسميا في بطولة أندية العالم التي ستقام في قطر في شهر ديسمبر القادم. بالنسبة للعودة إلى مجريات المباراة طبعا باختصار كابتن الوقت الحقيقة يعني يمضي معك بسرعة كابتن يونس، يعني نهاية الوقت يعني أذرني على المقاطعة كابتن يونس، الوقت معك كان جميل جدا وممتع لكن وقت البرنامج انتهى. كنت معنا من ليبيا الكابتن الصحفي الرياضي الكابتن يونس الشملاني، شكرا جزيلا لك لانضمامك لأن كابتن يونس. شكرا كابتن، شكرا تمنيت لكم. شكرا حبيبي، شكرا. ومن ملف الكرة الآسيوية نأتي إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة، وحتى نلتقي في حلقة جديدة لكم منا ومن كادر قناة اليوم كل التحية والمحبة وإلى اللقاء.